أصبحت الأحجار هوسهم، سياسيون يستخدمونها لتسيير أمورهم وحماية أنفسهم. هناك الكثير منهم يستخدم هذه الأحجار لأغراض وغايات متعددة، مثلا معروف جدا أنه الحجر اللي ضد الرصاص، والحجر اللي جاف الوجه، والحجر لعقد اللسان، والحجر للوجاهة. كثير من عندهم يحمل هذه. هذه الأحجار فاعلة بموضوع السياسة والقرارات السياسية. طبعا 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 لها دور مؤثر جدا. بدليل هواي حالات صارت العفو بالمحاكم، من يدخل على محكمة يغير قرار القاضي، ليس بالأمور المادية فقط، لا، ولكن بالشيء الذي يحمله هذا الشخص أو هذا السياسي أو هذا الإنسان اللي يحمل هذا، يغير من مسار القضية في صالحه. منهم من لا ينتظر مفعول الخرزة، يذهب لحل أسرع وأكثر فاعلية. اتجاه وغير اتجاه حسب معلوماتك؟ التوجهات. تقصد روحاني؟ يعني أبعد من الروحاني. أبعد من الروحاني اللي هو السحر، مو؟ نعم. هو واللي بأنواع، مو كما يقال السحر الأسود والسحر الأبيض. والله 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 اشتغلوا بي. اشتغلوا بي. ايه. وحتى على مستوى أهم جت شخصية مرشحة عرضت مبلغ من المال وكان رفض. ينفقون أموالا طائلة لتفعيل هذه الأعمال ليكتسبوا جاها وثروات، مثل ما قلت لك للوجاهة وعقد اللسان. هذا موجود، الحجر موجود. أكو سياسيين بارزين يعني يتعاملون في هذه المواضيع؟ نعم. أكو سياسيين بارزين يتعاملون في هذه المواضيع؟ والله سياسيين بارزين يعني بدون ذكر أسماء، بس يعني لا لا، أكو موجودين. حقيقة الأمر أنه موجود هذا التعامل بهالجانب هذا. بعض الحجارين قالوا نصل جاءنا فلان أو فلان من الكتلة الفلانية، من التيار الفلاني، من الفئة الحزبية، لا يعني يتعاملون بهذا. خلينا نقول اكو جانب اخر التعامل، شنو الاحجار؟ اكو الاحجار الكريمه هذه تختلف، يعني تختلف. لا انا اقصد على احجار جدا كل محب قوي، اقصد على غير احجار، يعني اللي اعرف اللي تتفضل به، اللي تقصده، اللي يتغير من المسار. هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الرجال من السياسيين، وانما النساء كذلك، ممن تسنمنا سلطة معينة. حجر آخر يدخلوه بالمحاكم، خاص بالمحاكم، يحمل هذا الشخص لو بأي قضية متهم، يطلع براءة والذئب من دمي وصل. هذا مؤثر بالوسط السياسي، بالوسط السياسي هو يتعاملوا بهذا الجانب، كل شيء هو نساء ورجال. نعم. يعني احنا ما لا عبالك تتعلق هذه المسألة نساء ورجال، نساء ورجال اشتغلوا به، وعلى وليس على مستوى السياسيين على فكرة، حتى على مستوى فنانين أنا أعرفهم شخصيا، وعلى مستوى يعني شخصيات بارزة بالمجتمع. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.